يعني بداياتي اشتغلت، رحت لشركه اشتغل عندي موظف. هذه الشركه دخلت على المدير وكنت طالب ثاني ثانوي. ايش؟ طالب ثاني ثانوي وساقط. يعني قبل 10 سنوات قريب. ايه قبل 10 سنوات. صباح الخير. وكنت ساقط في الثانوي، دخلت على مدير المدرسه، مدير المدرسه قلبت راسي. دخلت على مدير الشركه، السلام عليكم سام، اذكر اسمه ابو عبد الرحمن سعد عبد العزيز الله يمسيه بالخير. قلت ابي اشتغل عندكم. قال طيب وش تبي تشتغل؟ قلت اعطني اي شغل. قال وش طموحك؟ يقول لي انا. قلت والله طموحي مبدئيا اني اصير مدير لهالشركه لان اشوف وظيفتي زينه. قال تكلم من جدك؟ قلت والله اكلمك من جدي. قال وي والله وظفني. الله عسل. وظفني واعتمدني، حطني عندهم في المبيعات. وجيت عندهم وشفت طريقه بيعهم واقترحت عليهم طريقه غيرت اتجاه الشركه. جيت وانا ما عندي هكذا الخبره، بس شفت يعني الشركه عندها عده عقود، هي تبيع بالتقسيط. وعندها العقود هذه ما هي مستغله لها، تحصل على خصومات. قلت طيب خلي الناس اللي بيشترون بالكاش نتقاسم احنا وياهم الخصومات. بدأوا يطبقونها، ربحت الشركه وكانت ربحها كويسه. ما كملت 8 أو 9 شهور انا مدير الشركه. يا سلام يا سلام. كنت في ثاني ثانوي. بعد الموقف هذا الجميل. نعم. كان دخلت على ثالثة ثانوي هذيك السنة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.